ولكن لماذا حظيت مدونة غادة عبد العال بكل هذا الاهتمام؟ غادة عبد العال مدونتها كانت بتدور يعني عن العنوسة، ولكن العنوسة اللي كانت بتتكلم بيها غادة ما كانتش عنوسة كئيبة، ولا كانت بتعبر عن الظاهرة في حالتها المعروفة عند كل الستات. الستات يمكن بالذات في مصر الست اللي ما بتتجوزش في مشكلة، يعني تبدأ من المحيط الضيق داخل منزلها يعني مرورا بكل المجتمعات المحيطة بها، موضوع بيبقى مؤذي جدا على المستوى النفسي بالنسبة للستات. لكن الحقيقة غادة، وبالمناسبة هي ما زالت في حالة عنوسة اللي هي مش متجوزة. على فكرة أكثر ما يضايق غادة هو لقب عانس، لكن الميزة فيها إنها مش مجرد خفة دم، والميزة فيها إنها ما كانتش تقف عند حدود ظاهرة العنوسة، ولكنها تقف عند حدود الكثير من الظواهر جدا في أوضاع يعني مش عايز الناس تعتقد إن إحنا نبالغ، ولكنها بتلمس أطراف الطبقة المتوسطة في قضايا أخرى كتير جدا، وطوال الوقت كمان بتناقش ظواهر موجودة، لأنه من خلال الحالة الاجتماعية ومن خلال فكرة العرسان دي بتناقش ظواهر كتير جدا. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني عشان أشرح بس لغاية أي مدى، كان التلفزيون المصري منذ سنوات أذاع مسلسلات من كوريا في إطار تبادل إعلامي ما بين كوريا، فبقت بتعمل حالة نقدية كمان على ما يعرض في التلفزيون وتتكلم عن المسلسل الكوري مثلا. فالموضوع ما توقفش عند ظاهرة العنوسة، ما توقفتش عن ان بنت عايزة تتجوز عشان تتخلص من هذه الحالة، ولكن بقى عندنا كلام على كرة القدم، بنشوف احد العرسان مهووس بأبو تريكة واهم من اي حاجة، كلام عن الافلام الهندي اللي كانت بتغزو مصر، حتى كلام عن المسلسلات الكورية زي ما قلت من شوية. فبقى عاملة زي صورة بالاشعة او بالادق، يعني بقى في حالة رنين مغناطيسي كده لجزء من المجتمع، الظاهر بتاعه انه في عريس دائما بيجي يرتبط بواحدة هي ترغب في الزواج ودائما بترفض هذا العريس. المسألة إذن في رأي عمرو خفاجة تتمثل في عمق اجتماعي لمسه بعض الموهوبين من المدونين نظر أن يوجد في كتابات آخرين. ما كانش موجود قبل كده، يعني هذا الرصد الاجتماعي اللي موجود عند غادة لا أعتقد، لأنه الأعمال الأدبية بشكل عام الأديب أو الكاتب يميل إلى بناء أسلوب، لأنه مهنة الأدب بالأساس هي تعتمد على الكتابة على الأسلوب، فكانوا بينشغلوا جدا بالشكل يعني ولذلك يعني مش عايز أدخل في مواضيع في بعض، ولكن مثلا إيه جزء من نجاح روايات الأديب علاء الأسواني، ها، إن كان فيها لغة، ولكن كمان كان فيها الموضوعات كانت فيها بتمس شغاف كل الناس، في سواء شغاف قلوبهم أو عقولهم، أو يعني كان الموضوع قريب جدا. أعتقد جزء من نجاح غادة برضو إن موضوعاتها قريبة جدا من الناس، يعني لو قلنا مثلا رواية زي رواية عمارة يعقوبيان هي فيها تقريبا معظم القضايا اللي المجتمع كان بيتكلم فيها قبل ما تصدر هذه الرواية بسنوات. كمان لو شفنا غادة هنلاقيها موضوعات عايزه اتجوز هذه المدونه، كل الحاجات اللي البنات بيتكلموا فيها في طبقه معينه موجوده عندها تماما، من اول شكل اللبس، من اول طريقه التعامل، من التفكير في المستقبل، يعني كانت الفكره عندها يعني رنين مغناطيسي فعلا لجزء كده من المجتمع بتشوف فيه كل حاجه بدقه، من اول الجيران بيعملوا ايه والجده بتعمل ايه والحما والاب اللي جاي مع والدته والاب اللي جاي مع ابوه واللي جاي لوحده واللي جاي لابس ايه. فعلشان كده حصلت استجابه بالغه لما تحول هذا النص من نص الكتروني الى نص ورقي. احنا دلوقتي بنتكلم في الطبعه الثامنه في فتره قليله جدا. المهم في هذا كله أن عالم الأمس الذي كان رجال الإعلام المحترفين ودور النشر المستقرة ومحطات الإذاعة والتلفزيون يسيطرون عليه قد ولى إلى غير رجعة. ظهر فضاء جديد هو الفضاء الإعلامي الإلكتروني، وصار لهذا الفضاء نجوم صنعوا أنفسهم بأنفسهم. لم يعد الجمهور يرضى بأن يجلس مستكينا ليتلقى المعلومات من محترف الصحافة والإعلام. أدوات الاتصال الجماهيري صارت متاحة للجميع. الرابط بين يعني الانترنت والاونلاين سبيسز وهي الشغلات مع المجتمع، انا بحس هاي اقوى شيء من السوشيال ميديا. اوكي، السوشيال ميديا لحاله يعني بس هيك نلعب على الانترنت، المجتمع لحاله بس هيك، بس نربطهم مع بعض بحس يعني هلا في فرصه نسوي شيء مع بعض. يعني مش بس مع بعض، بس مع معلومات ويعني نتواصل مع الناس وفي حكي كتير شغلات نقدر نسويه. أنا بقول هذا كتير مهم. وقد تبينت ردود فعل الإعلام التقليدي بين رفض هذا التمرد وبين محاولة احتوائه وفهمه وإدماجه ضمن العملية الإعلامية، وظهرت مبادرات جديدة وأشكال في العمل الإعلامي، منها ما قدمناه في بي بي سي وعرف باسم التفاعلية.
قدمناها على صفحات شارك برأيك في bbcarabic.com بداية من العام 2000، وكذلك في البرنامج الإذاعي BBC Extra ونقطة حوار الذي بدأ إذاعيا في عام 2003 ثم تطور إلى صورته الحالية متعددة الوسائط. وتلت ذلك مبادرات صحافة المواطن التي تحول فيها أفراد من الجمهور إلى مراسلين يغطون الأحداث بالكلمة والصوت والصورة. إلا أن المسألة تعقدت مع تبلور ظاهرة جديدة، وهي صعود شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، هاي فايف، ماي سبيس، أوركوت وغيرها. لمست مواقع التواصل الاجتماعي احتياجا طبيعيا عند الإنسان للتواصل والمعرفة، والبيئات أو المواقع الإلكترونية التي تمكنت من دمج الدردشة مع القدرة على وضع الصور ومقاطع الفيديو ونقل ونشر الأخبار انتشرت انتشار النار في الهشيم، يعني بسرعة. ولكن ما الذي قدمته البيئات الاجتماعية الإلكترونية الجديدة للمتصفحين العرب؟ طرحنا السؤال على أحمد مدير أحد مقاهي الإنترنت في القاهرة، إلا أن السؤال عن المواقع الاجتماعية والبيئات الإلكترونية والأنماط الجديدة في استهلاك المعلومات وعلاقة هذا كله بالفيسبوك خرج ملتبسا بعض الشيء. انت ست قلت ليش الفيسبوك ايه في الاول خالص عشان اقول لك عشان اجمع لك المعلومات بتاعت الفيسبوك. اتفقنا، لكن ما هو فهمك للفيسبوك كما يعرفه رواد مقهى الانترنت الذي تديره يا احمد؟ الفيسبوك انت سي مثلا انت عندك ايه، وانا عندي هوت ميل، فصعب ان احنا بنتكلم مع بعض مثلا، فالفيسبوك النهارده ده بيجمعنا احنا الاربعة. احنا مش اربعة، احنا اتنين يا احمد. مفيش النهاردة حد مش مشترك في الفيسبوك، يعني بنسبة 90% تقريبا من مستخدمي النت تقريبا في الفيسبوك. 90% قد تبدو رقما تقديريا مبالغا فيه، الا ان احمد لمس وترا حقيقيا. الاهتمام بالبيئات الالكترونية الاجتماعية ليس حكرا على فئات محدودة، وهو ما يؤكده جواد عباسي مؤسس ورئيس مجموعة المرشدين العرب للبحث والاحصاء. بالضبط، لانه مثلا حسام هلا التيم عندي جهز ارقام اللي هي فيسبوك ريبورتد نمبرز اوف يوسج في العالم العربي، عدد مستخدمين فيسبوك في العالم العربي اللي هم حسب ارقام فيسبوك نفسها. التوتال لغايه دلوقتي بجانوري 2010 انا ستاوندينج 9.9 مليون، 9.9 مليون، 9.9 مليون مستخدمين فيسبوك في العالم العربي. فكنسبة من مجمل مستخدمي الانترنت في العالم العربي على الاقل عمالك تحكي ما بين 20-25% من الانترنت يوزرز بالعالم العربي بيستخدموا الفيسبوك. بس معنى كده انه دي ارقام فيسبوك، يعني لم يحققها احد، هذه واحده، والاخرى انه ممكن يكون في الشخص الواحد له اكثر من بروفايل، ولا دي ارقام؟ طبعا. فيعني انا بتخيل انه اذا بتعمل كواليتي اشورنس عليها وبتقللها برضه الرقم راح يطلع بالملايين، يعني ممكن تنزلها بفاكتور اوف 2 ماكسيمم. فبتخيل انه ايزلي يو كان استيميت انه العالم العربي في انترنت يوزرز حقيقيين بيستخدموا الفيسبوك اكثر من 5 مليون. طيب ده فيسبوك بس، لكن احنا عندنا فيسبوك وماي سبيس وهاي فايف واشكال اخرى من السوشيال ميديا وتويتر وواتويت، يعني لو دخلنا كلهم في الاعتبار ممكن نوصل في تقديرك بدون ما نقول انها دراسه احصائيه ولا دراسه مدققه، لكن في تقديرك ممكن نكون